أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجنا كل جديد. برنامجنا النهاردة حلقتنا النهاردة في البرنامج بتاعنا احنا بنكمل الحلقة اللي فاتت مع الراقي والمعالج بالرقية الشرعية أحمد فروج. طبعا احنا بنتكلم عن السحر، كنا بنتكلم عن السحر وعن الحسد. الحلقة اللي فاتت كانت عن الحسد والعين، وحلقات قبل كده اتكلمنا عن السحر وعن الشعوذة وعن حاجات كتيرة قوي هو شرحها لنا وفهمها لنا. النهاردة بقى الحلقة بتاعتنا هتتكلم عن حاجة مختلفة شوية، هي برضو في إطار السحر بس حاجة جديدة. ناس كتير بعتت على رسائل الصفحة بتاعتنا بتسأل عن الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. النهاردة هنتكلم عن السحر بس حاجة مختلفة، السحر الأسود. إيه هو السحر الأسود ده؟ سمعنا عنه، قريت لقيت كتير ناس بتسأل عنه. السحر الأسود مش عارفين إيه هو يعني السحر الأسود، هل في فعلا سحر أسود وفي سحر أبيض وفي سحر يعني أحمر وفي سحر كده، ولا ده كلام يعني كلام ناتج عن أقوال المشعوذين والدجالين، ولا ده فعلا حقيقة أنه فعلا في حاجة اسمها السحر الأسود؟ وهل لو في حاجة اسمها السحر الأسود فعلا هو عبارة عن إيه؟ إيه هو السحر الأسود؟ طبعا إحنا هنتكلم النهاردة في الموضوع ده لأنه ناس كتير عمالة تتساءل، وناس عمالة تقول أنا عندي سحر أسود، عايزة الراقي أحمد فراج يشوف لي إيه قصة السحر الأسود اللي عندي. أنا رحت لشيخ وقال لي لا أنت معمول لك سحر أسود، أنا رحت لشيخ وقال لي ابنك معمول له سحر أسود. لا، إحنا النهاردة أنا مش هقول أي حاجة طبعا في الموضوع ده، هسيب الكلام للراقي والمعالج بالرقية الشرعية الشريف أحمد فراج اللي هيفهمنا وهيرد على كل الأسئلة، هيقول لكم هل في سحر أسود ولا ما فيش. هنشوف الفيديو دلوقتي وإن شاء الله، وهنكمل بعد كده كلامنا في حلقات تانية كتير. للتواصل مع البرنامج، مع صفحة البرنامج على الفيسبوك، برنامج صفحة سوما علي وبرنامج كل جديد، للتواصل عن طريق رسائل الصفحة. معانا أحمد فروج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السادة المشاهدين، السادة سوما، والسادة العاملين بالبرنامج. الحلقات اللي فاتت كلها اتكلمنا عن أعراض المس وأعراض السحر، طرق العلاج، بعض المفاهيم الخطأ عند الناس، أضرار التعامل مع الدجالين والمشعوذين، وان احنا ازاي نبعد عنهم وايه اللي بيسببوه لينا لما بنروح نتعامل معاهم. حلقة النهاردة بنتكلم عن معتقدات للأسف ترسخت عند بعض الناس ولازم نصححها، اللي هي موضوع أنواع السحر. في ناس تقول سحر أسود وسحر أبيض وسحر أحمر و السحر الوسطي. في النهاية كلها أنواع سحر واحدة والعياذ بالله، وكلها تنم عن الكفر. طيب إيه الهدف من كلامي ده؟ الهدف من كلامي ده إن في ناس بتفرق بين تقول لك في سحر أبيض وسحر أسود. السحر الأسود اللي هو خاص بالضرر، والسحر الأبيض اللي هو بتاع الخير، اللي هو رد الحبيب ورجع لي جوز اصله طاير وصاحبتي زعلانه مني فخليها تجيلي. لا 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 لا، الكلام ده كله اصلا سحر، ومفيش حاجه اسمها سحر خير وسحر شر. السحر سحر حرام شرعا ويوجب فيه القصاص. فيعني قصه ان انت تروح لحد وتقول له اصل ده سحر اسود وده سحر ابيض، لا مفيش كلام من ده. هو سحر ابيض بقى اسود فوشيا مش هتفرق معانا كتير، هو سحر. طيب الاهم بقى، جت لي احد الحالات وتعرض عليهم فك السحر بالسحر. طيب وهو كلام ربنا خلص عشان افك السحر بالسحر؟
يعني انا افهم النهارده انسان مسحور عنده سحر، ازاي يامن يروح لساحر تاني عشان يفك له السحر الاولاني؟ انت ايش ضمنك اصلا ان هو يزود لك السحر على السحر؟ طيب طرق علاج السحر ايه؟ يعني سيبوكوا بقى من قصه سحر اسود وسحر ابيض، الحلال وبين والحرام وبين. عملت حاجه علشان تاذي بيها حد ده سحر، عملت حاجه عشان تقرب بيها حد ليك ده سحر، عملت حاجه علشان تخلي حد يحبك ده سحر، سحر التصليح، اي حاجه من الحاجات دي سحر. وده حرام شرعا. طيب النهارده هنبدا ازاي نعالج السحر اللي هو الابيض او الاسود او ايا كان بيسموه الالوان بتاعته الايام دي. اول حاجه يكون عندك اراده. اذا توافرت فيك علامات السحر وهي عدم الانتظام في الصلاه، صداع في العين والجبهه، تساقط للشعر، وجع اسفل الظهر، تقل على الكتاف، وجع في الرقبة، تقل تقيل على الرقبة، خرابيش في الصدر والدراعات، كدمات في الفخدين وفي الرجل، الجلوس الكثير في الحمام، الجلوس وحب الوحدة، الجلوس أمام المراية، طبعا مش لازم كل الأعراض فيك ويكفي بس 70-80% منها، تمام؟ التوتر أثناء النوم، تنميل الجنب الأيسر، الأحلام المزعجة، تشوف بعض الحيوانات تعابين وكلاب وقطط في المنام وانت قاعد تشوف خيالات حواليك، دي كلها اعراض مس وسحر، دي كلها اعراض مس وسحر وبتعلى على حسب درجة العرض اللي في الجسم. طيب في العلاج اول حاجة ارادة، ما بقولكش اول ما تتعب روح لأحمد، لا ارادة، لا انا النهارده بكسل عن الصلاه هقوم اصلي، بلاقي نفسي بقى كتير في الحمام، لا مش هقعد، هستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. اول حاجه تصلي، بعدها جيب الهاند فري وحط في ودانك واسمع سوره البقره والرقيه الشرعيه وقاوم واغتسل بالميه والملح، ميه وملح ورش على جسمك واستنى 10 دقايق ينشف وبعدين استحمى عادي، هتحس بوجع في جسمك، دي كلها مقاومه للعارض اللي في الجسم، وبنسبه 90% بينجح في حالات المس، وبنسبه 60-70% بينجح في حالات السحر. امتى تلجا لراقي؟ لو انت ذات نفسك بقى مش قادر تقاوم، مش قادر تقاوم، والراقي لازم بالرقيه الشرعيه القران، لكن تروح لراقي يقول لك اتحته من القطر وابعت لي صوره ووريني كف الايد والامور دي كلها، ده دجل وشعوذه، يعني زي ما بيقولوا بتقع بتخش بتطلع من الحفره بتقع في ضحضيره، خلاص داخل انت في نفق ما منوش راجعه للاسف يعني، وتخش بقى في دوامه، الدوامه دي انت ما بتخلصش منها، لا قاتلي بخور، لا قاتلي مش عارف ايه، قاتلي خرز ازرق، بدا يطلب منك طلبات غريبه شويه شويه، تتطور الطلبات لامور اخلاقيه. فبدون توضيح يعني بلاش تخشوا في القصه دي. الرقيه معروفه، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم والفاتحه، الاخلاص والمعوذات وايه الكرسي وسوره الصفات وسوره قاف وقراءه الادعيه والدعاء بحضور العارض وخروجه من الجسم وانهاء هذا الموضوع. والاهم من ده الالتزام الديني بعد الرقيه، يعني ما ينفعش يبقى جسمك مفتوح بعد الرقيه و تعمل محرمات، ما ينفعش. انت النهارده راجل ربنا انقذك من شيء سواء مس او سحر، لازم بقى تصلي، وبعد كل صلاه تقرا الاخلاص والمعوذات وايه الكرسي واذكار الاذكار بعد الصلاه، بعد الفجر تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اذكار الصباح اذكار المساء الاستغفار التطيب بالمسك، دي كلها بعض الامور اللي لازم تحافظ بيها عن نفسك بشكل قوي جدا، بالذات بعد الرقيه وخروج العارض من الجسم. شيء مهم جدا وباكد عليه للمره المليون، موضوع الفنجان. حالات كتير وده موجود على الصفحه الرسميه ان في ناس كتبت عن حالاتها اللي حصلت. الفنجان
زيه زي اللي بيروح يقول لك رد الحبيب، زيه زي اللي بيقول لك اسهل لك امورك، زيه زي اللي بيقول لك لو اجيب لك حاجه تفتح لك ابواب الرزق. ده كلهم دجالين ومش عاوزين. هرجع عيد تاني، الناس دي بتعمل حاجه اسمها سحر التسليط، بيسلط عليك شياطينه بحيث انه يسحبك عنده كل فتره، تروح تهيئ نفسيا ان الراجل ده هو حاجه واو فايف ستار بيعمل لك كل نفسك فيه، وانت اصلا لو بصيت في الواقع انت مفيش خطوه بتتقدمها. تمام؟ فوجودك مع الناس دي في حد ذاته حرام شرعا، وبيخرجك بره الدين، وموضوعه كبير جدا جدا. حذاري من الفنجان، حذاري من الناس اللي تيجي تقول لك تعالى انا هوريك هتشوف ايه بكره وبعده وبعده بعده كوتشينا، والكلام ده كله حرام حرام حرام. ما اكثر الناس اللي جت تتعالج بسبب ان هم راحوا الناس زي دي، والناس دي هي اساس البلاء، اساس البلاء. اول ما تلاقي حد يقول لك اشوف لك الفنجان اهرب منه وقتي على طول، ده اصلا يعني اساس السحر. حد يقول لك انت بتحب الولد ده، طب انا هخليه يجي لك يحب على راسك، انت ساحره يعني، هتجيبيه ازاي يعني؟ يعني ده هتجيبيه ازاي؟ هتربطيه وتشديه مثلا، هتبقى هتسلطي عليه اللي يتسلط عليه وتجيبيه، يبقى سحرتيه. لا ده في الخير. لا ما في خير مين بس؟ ما هو في خير مين؟ ما هو ده مغيب، ما هو ده لما يفوق هيقول مين دي؟ يعني مين اللي انا قاعد معاها دي؟ انت هو انا عرفتك منين؟ زي اللي مثلا حد مثلا زي يقول لك ايه هنحتاج بعض الامور عشان نعمل مصيده وشبكه للعرض اللي في الجسم. يا سلام، شبكه شبكه ومصيده للعرض اللي في الجسم. انا عمري ما سمعت في الرقيه ان في حاجه اسمها شبكه ومصيده يعملوها للعرض اللي في الجسم عشان يتشفط، وللاسف في ناس بتصدق يعني، وناس بتقتنع. ده ايه؟ وبعدين يعني يا حسره على اللي بيقول في سحر اسود وسحر ابيض. السحر الاسود ده للاذيه، والسحر الابيض ده للخير. كلمه سحر دي ما فيش فيها الا شر، شر فقط لا غير. حالات عندها مرض، اول حاجه لما يجي لك مرض ما تقولش ده سحر، روح للدكتور. يعني الاساس روح اتعالج. ما لقيتش فيه نتيجه او ما حدش عارف لك فيه ايه، يعني انا في حالات في ما بيبقاش عارفين عندهم ايه، يعني يقول له انت سليم، ساعتها ممكن بالرقيه يبان. لكن عندك مرض عضوي لازم تروح تتعالج، هو يعني الطب. دي بعض الامور المهمه جدا اللي بتختلط على الناس ويروحوا يعملوا امور شعبيه وي وي وي. لا 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 يا جماعه، لازم نفهم ان عوارض واعراض المس والسحر، انا قلتها لحضراتكم، يختلف معي بعض الرقاة او يتفق معي، لكن اللي انا بقوله ده بيجتمع عليه اغلب الرقاة بنسبة 99%. هذه عوارض المس والسحر واعراضها في جسم الانسان. مفيش حد سوي بيروح يسحر حد، لازم يكون انسان اتنزعت منه الرحمة واتنزع منه الدين واتنزع منه الإنسانية، وبقى إنسان مسلط من الشياطين على نفسه. كل اللي بطلبه من حضراتكم إن ما ليش حد يضحك عليكم يقول لكم في سحر أبيض وسحر أسود، هو السحر واحد، ما فيش حاجة اسمها سحر خير وسحر شر، لا هو الاتنين سحر واحد، الأمور كلها واحدة، ولكن طرق العلاج هي الأساس. السحر ده ولا يفرق مع اي حد حاجه طالما بيحصن في نفسه وماشي مع الله سبحانه وتعالى وبيصلي وبيقول الاذكار، ماشي تمام، اموره طيبه وبيعامل الناس معامله طيبه، خلاص ما يفرقش مع السحر. لكن اذا لا قدر الله دخل فيك السحر فعلاجه بالرقيه الشرعيه. لا يجوز فك السحر بالسحر، لا يجوز الذهاب للدجالين والمشعوذين،
لا يجوز فتح الفنجان، لا يجوز استخدام القطر وهذه الأساليب السيئة جدا. وربنا يحفظكم جميعا بإذن الله، ونتجمع على خير بإذن الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.